ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور أشرف سنجر، أستاذ السياسات الدولية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. دكتور أشرف، بعد التحية، كيف تابعت زيارة الرئيس للمجر بما شملته من لقاءات ثنائية آخرها كان مع السيد فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر؟ يعني متابعة كانت طبعا مثمرة لسماع طبعا رأي المجر تحديدا في قضية حرب النهضة. يعني ده أمر يعني يحسن يعني سياسي المجر ودفئهم وفهمهم لطبيعه القضيه المصريه. طبعا يعني الزياره في مجملها الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم يعني نظره للسياسه الخارجيه المصريه المبنيه على الجمهوريه الجديده ودعوه رئيس وزراء المجر والسياسيين المجريين للحضور ان شاء الله افتتاح العاصمه مصر الجديده والجمهوريه الجديده سياسة خارجية جديدة. القضايا التي نوقشت يعني تم التطرق إلى أن مصر بتتصمم أمام لأوروبا والمجر وبولندا في مقاومة طبعا الإرهاب والحفاظ على استقرار الدول والحفاظ على سياداتها في جوانبها السياسية. طبعا اخذت الزياره كمان الابعاد الاقتصاديه يعني المساعده الى او النظر الى فتح نقل التكنولوجيا وبناء الجامعات المشتركه، يعني زياده التبادل التجاري. يعني هذه امور واضح انها زياره يعني مثلت نقله نوعيه في السياسه الخارجيه المصريه واقتراب يعني مثمر لدول مهمه ومتفهمه يعني مصر بدورها الكبير في منطقة مهمة من العالم. نعم دكتور أشرف، خلال جميع اللقاءات الرئيس السيسي بالمجر كانت قضية الهجرة غير الشرعية في الصدارة، دلالة ذلك من وجهة نظرك؟ يعني طبعا الهجرة الغير شرعية كما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي هي منبثقة من عدم استقرار لدول فقدت سيادتها واستقرارها. نعم. وهذه هي الـ يعني المعضله الكبيره اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي وضحها للساسه المجريين وللقاده الاوروبيين، ان استقرار الدول هو الذي سيمنع الاجراءات غير المشروعه. يعني مصر لها طبعا جوانب انسانيه وقانونيه في التعامل مع المهاجرين الذين اتوا الى مصر لظروف سياسيه في دولهم واحتضنتهم مصر، ولكن مصر طبعا لم تتاجر ولم تضغط ولم تبتز دول الاتحاد الاوروبي، ويعني خاصه طبعا دول المجر وبولندا والتشيك والسلوفاك عندهم طبعا ترابط حضاري وديني وعدد سكان ايضا يعني مش من الكبر بمكان مثل فرنسا او المانيا، انهم يستوعبوا هجرات غير مشروعه تهدد الكيان الانساني او الثقافي بتاعهم. وهنا يعني هم يثمنون للرئيس عبد الفتاح السيسي انه لا يصدر هجرات عابره يجب ان تهجر وتمر من مصر. مصر دوله تحترم القانون، تحترم الجوار، تحترم سياده الدول، تحترم خصوصياتهم. وده انعكس على برضو التصريح من الساسه المدنيين بانهم متفهمين لقضايا مصر وان استقرار مصر واستقرارها السياسي والاقتصادي اللي حققه طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي في فتره وجيزه ده بيجعل مصر طبعا هي صمام للامان لهذه الدول، لانها الجيران يجب ان يحافظوا على بعضهم البعض وان يساندوا بعضهم البعض، وهذا تبادل المصالح معترف به في السياسات الدوليه وفي العلاقات الدوليه. ويعني التعاون المجري المصري تعاون مثمر، وخصوصا المجر منذ ثورة 2013 المجيدة وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام السلطة في مصر، هم يدعمون هذا التحول. كان في وقت دول أخرى لا تقدم ما قدمته المجر، ويحسب للمجر. نعم، يعني الرئيس السيسي أكد على هذا الدعم المجري لمصر في هذه الفترة العصيبة. دكتور أشرف سنجر، أستاذ السياسات الدولية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، شكرا جزيلا لك.